يستحب في مثل هذه الأيام التكبير سواء كان مطلقا أم مقيدا. والتكبير المطلق هو أن الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا وجالسا ومستلقيا داخلا وخارجا في كل وقت من أول هلال ذي الحجة إلى مغيب الشمس من رابع أيام التشريق. ويسن للمسلم التكبير المقيد وهو بعد السلام من الصلاة حينما يكون اليوم التاسع وهو يوم عرفة من صلاة الفجر إلى عصر رابع أيام العيد الذي هو ثالث أيام التشريق، فيقول الإمام والمأموم بعد السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو أي صيغة جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم. فينبغي إشغال الأوقات بالذكر المطلق والمقيد، والله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون الأوقات في الطاعات.